اسمي مضر، وجيت أنا وعائلتي من نحن سوريين لكن عايشين خارج سوريا. فهذه أول زيارة لنا للمغرب، واختارينا الدار البيضاء لأن سمعنا كثيرا عن جمال الطبيعة والأماكن التاريخية والأسواق الرائعة أيضا. والله هي الصراحة يعني أخاذة جميلة جدا وفريدة من نوعها. يعني أنا زرت بلدان كثيرة أيضا فيها صناعات تقليدية، لكن جمالية الصناعة التقليدية المغربية أو الصناعة اليدوية المغربية أتوقع بتنوعها، وأيضا المواد اللي مصنوعة منها. يعني نلاقي من خشب، نلاقي من حجارة، نلاقي من قش، نلاقي من جلود، وأيضا اللي أحس أنه في بصمة يعني لكل فنان أو لكل شخص يعمل مثلا زي تقليدي أو يعمل تحفة فنية في له بصمة، يعني ما تتشبه بعضها، كل قطعة فريدة وأسعارها جدا معقولة. يعني ما حسيتها أبدا غالية الثمن، وهي أيضا جميلة جدا، توضع بأي مكان في البيت أو في السيارة أو في المكتب. يعني هي متعددة الأغراض، يعني إذا اشتريت أي قطعة أنا أفكر ممكن أوضعها في صالون ولا في مكتب ولا في سيارة. يعني جميلة جدا في أي مكان. أشنو اللي تعمل؟ للأمانة يمكن يكون ردي غير متوقع، لكن أكثر شيء جذب انتباهي وحسيت أنه مختلف عن الحرف الأخرى هو الخط. يعني أنا شفت في متحف المسجد الحسن الثاني في لوحات مخطوطة بخط الإيد لآيات قرآنية، لكن جميلة جدا. فيعني أنا عندي هواية شوي بالخط، يعني الخط الديواني الكوفي، الخط الرقعة الثلث، لكن الخط المغربي رائع جدا. يعني حسيت إله جمالية ما شفتها ببقية الخطوط الأخرى. أنا من هواة الخط وأحيانا أجرب أخط، لكن الخط أو اللوحات الآيات القرآنية أو اللوحات اللي شفتها بالخط المغربي رائعة جدا. الزليج المغربي، قصدك مثل المزيك، نحن نسميه مثل المزيك. أنا هلأ كنت يعني منذ قليل كنت في زيارة لمسجد الحسن الثاني، وللأمانة يعني ما كنت أصدق أنه جمالية المنظر، كم من الجهد ومن الوقت ومن الذوق ومن الفن يعني أخذوا هذول الصانعين ليصنعوا مثلا كل متر مربع يعني لوحة بحد ذاتها. فهي يعني بعض يعني مثل ما حكيت، يعني أنا في دول كثيرة شفت صناعات يدوية، لكن للأمانة بمنتهى الدقة وبمنتهى الحرفية وإلها طابع. حتى اختيار الألوان، تناسق الألوان، الأشكال الهندسية، يعني كلها مش إنه أي إنسان عادي مثلا يتعلمها كحرفة. هي أكيد حرفة، لكن فيها طابع فني، فيها طابع ذاتي. يعني مش أي إنسان ممكن يكون عنده القدرة أو الجهد أو التركيز يعمل مثل هكذا فنون. 100% 100%. يعني تعرف مثلا أنا من سوريا، في الشام أيضا في موزايك في حرف، لكن يعملوا أشياء صغيرة مثلا كرسي أو حاجة صغيرة يعني فيها أيضا ذوق. لكن هنا حسيت أنه المجهود أكبر لأنه المساحة أكبر، وبنفس الوقت حسيت أنه بكل مكان في له طابع، يعني ما تشبه بعضها أبدا. يعني مثل أنه فنان يضع بصمته في الألوان، في الأشكال الهندسية، يعني ما تشبه بعضها. إذا قلت لك القفطان، إيش كتعرف عن القفطان المغربي؟ القفطان هو اللباس. نحن نقولها الجلابية. أيوة جميلة جدا. لكن أنا سمعت، أنا جيت على هذا السوق رأيت موديلات جميلة، لكن سمعت أنه أيضا في أسواق أخرى يوجد فيها تنوع أكثر، وهذا الشيء الصراحة يعني عدا أنه شيء تراثي، عدا أنه شيء تقليدي أو شيء، أتوقع أنه شيء يعني لمسة أيضا النساء يكون لهم يد في 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 السياحة أو في سوق العمل اليدوي. يعني أنا من رأيي أيضا ممكن النساء ما يقدروا يخرجوا يعملوا أشياء مثلا تحتاج جهد عالي أو مجهود كبير كالمساجد أو
كالحيطان أو اللي شفناها بأماكن كثيرة. فهي مثلا ورشات عمل منزلي، يعني منها أيضا المرأة يكون عندها فرصة للمساهمة بسوق العمل اليدوي، وأيضا لإظهار أيضا ذوق المرأة المغربية في تفاصيل الثوب، في الألوان، في نحن نقول التطريز الرائع يعني. صحيح. هندوي على السياحة شوية. من دخلتي المغرب كيفاش شفتي المغرب؟ واش شفتي بما كتسمع عليه، هذا الشيء كتسمع عليه، ولا ما هو احسن او افضل؟ والله لا، مش ما كانت مثل ما اسمع، يعني هي فاقت التوقعات، كانت اجمل مما توقعت بكثير. يعني اي مكان انا اي مكان زرته، بقالي هنا 4 ايام، اي مكان زرته كان جميل جدا. اي يعني حتى البيوت نفسها يعني فيها 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 طابع من الجماليه، حتى البيوت التقليديه اللي هون حوالي كلها فيها فيها اي ايضا طبعا الاحياء الشعبيه، وحتى الاحياء الاخرى لقيت يعني في الناس نوعا ما تهتم بجماليه المظهر، ب تناسق الألوان، يعني كيفية دهان البيوت، الأبيض مع الأزرق مع اللون الأحمر الداكن، شيء جميل جدا. الشعب ما شاء الله، يعني حسيت كأني بين أهلي وناسي. يعني للأمانة زرت كثير حتى بلدان عربية، يعني هون الشعب طيب جدا، الشعب بروحهم الضياف يعني، وهذا الشيء يعني الصراحة نفتخر فيه يعني نحن كعرب. يعني إذا قلت لك وجه الكلمة للشعب المغربي، أشنو تقول لي؟ والله يعني أتمنى لهم التوفيق، أتمنى الشعب المغربي، يعني أنا عشت بأوروبا ورأيت كثير من المغربيين يعني جايين مثلاً يحاولون يجوا للعمل أو للدراسة، طبعاً هذا الشيء مو خطأ يعني، لكن للأمانة يعني أنا لو كنت مغربي يعني أنا ما أترك المغرب. ما أسافر يعني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.